السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بإذن الله عز وجل نتحدث عن مشكلات الكتابة، نتحدث عن الكتابة القانونية الصحيحة، أو بالأحرى عن علم الرسم القانوني. يعني الرسم، البعض يسأل هل في اللغة علم يسمى الرسم؟ أقول له يعني اللغة العربية 5 مستويات. المستوى الأول صوتي، ثم الصوت إذا كتب أصبح حرفاً، يعني كل ما يكتب هو الحرف. هذا علم الكتابة هو عبارة عن رسم، عن يعني إيه ضبط. وعلم الرسم هذا يسمى أحياناً علم الإملاء والترقيم. وعلم الإملاء والترقيم الذي يعني أرسم به الحروف وأرقمها، أضع الفاصلة والفاصلة المنقوطة، وأضع علامة الاستفهام وعلامة التعجب إلى غير ذلك، هذا من الأهمية بمكان للسادة القانونيين. لماذا؟ حتى يعني يكون أداؤك الكتابي صحيحاً، وحتى يحسن القارئ قراءة ما كتبت فيصل المعنى الذي أردت. مع ملاحظتي أننا في هذا المستوى، هذا المستوى التمهيدي الأولي، لن نتعمق ولن نستغرق كثيرا. هناك لا شك تساؤلات، هناك لا شك استثناءات، هناك احتمالات، هناك يعني مواضع شاذة، ولكن نحن سنأخذ في هذا المستوى التمهيدي الأمور ببساطة حتى نعي أصل أصول الكتابة القانونية أو علم الرسم القانوني. إلى شرحنا، كونوا معنا، دوموا في صحبتنا. كتابة الألف اللينة تكتب بصورتين، إما أن تكتب ألف هكذا، ألف مد، تسمى ألف مد حينئذ، كما في كلمة عصا. انظروا كلمة إيه؟ عصا، تكتب هكذا: دعا، سما، رجاء، تكتب إيه هكذا. وقد تكتب بهذه الصورة كما في كلمة قضاء، مستشفى، ليلى، هدى، تكتب بهذه الصورة. متى تكتب ألفا ممدودة ومتى تكتب ألفا مقصورة؟ دعونا نرى ذلك. أول شيء، في أول الكلام محال أن تأتي الألف اللينة في أول الكلام كما اتفقنا على ذلك، لأنها ساكنة دائما، لا تشكل، لا تضم ولا تفتح ولا تكسر، فكيف يؤتى بها في أول الكلام؟ يعني كما قلنا كلمة قال، لا أستطيع أن أرفعها ولا أن أضمها، قل قل، مستحيل، محال. البعض يقول هي مفتوحة يعني عليها فتحة، قا، أو قل له لا لا، هي القاف اللي عليها فتح، قا قا قا. أما هذه ألف مشبعة ساكنة دائما، قا. إذن في أول الكلام لا تأتي أبدا، في وسط الكلام ترسم ألف ممدودة تكون مثل كلمة عصا في وسط الكلام. انظروا، قال، نام، دام، صام، محامي، قاضي، نادي، ألف هكذا. وإن كانت في آخر الكلام وأتى شيء يعني بعدها أصبحت في وسطه، يعني من أوساط الكلام، وإن كانت قبل الحرف الأخير أو قبله بحرفين، أيا كان الوضع، ترسم هكذا أو تكتب هكذا، قضاه. كلمة قضى، انظر، قضى، هنا عندما تكون اسم أقول قضاه، قضاؤنا، انظر أهم شيء الألف ها هنا، قضاء، هذه إيه؟ ألف عادل، لأنها في وسط الإيه؟ الكلام. يبقى اتفقنا على الآتي: الألف اللينة في أول الكلام لا تأتي مطلقا، احذر أن يقول لك أحد هذه ألف، لا، الألف الأخرى اللي بتيجي في أول الكلام كما في أحكام، أحمد، إسلام، هذه ألف تسمى همز، هذه تسمى همز. وقد سبق أن ذكرنا بيت شعر القائل، يعني وعدة الحروف للهجاء 29 بلا امتراء، أولها الهمزة لكن صورت بألف مجاز إذ قد رسمت، يعني تصورناها هكذا لأنها رسمت على ألف، فهي في الحقيقة همز. هذا الحرف يسمى همز، اللي هو أول حرف في الهجائية، ألف، باء، تاء، ثاء، آ، 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 مش ألف يعني ألف، لا، هي همز، همز. نأتي إلى المشكلة الكبيرة التي نقع فيها جميعا، الألف اللينة في آخر الكلام كيف تكتب؟ هنا المشكلة، هل تكتب بالمد مثل عصا أم بالقصر مثل قضاء؟ ومتى تكتب بالألف ومتى تكتب بالإيه؟ بالألف أيضا المقصورة، هذه ألف مد وهذه ألف مقصورة.
اتفقنا أن اللغة العربية المفردات العربية إما أن تكون حرفاً أو اسماً أو إيه فعلاً. الحروف، كل الحروف تكتب الألف اللينة ألف مد مطلقاً لولا، انظر 1 2 3 4 أيضاً تكتب إيه هكذا، إلا، هلا، أيا، أيا أداة نداء، أيا أحمد، انظروا هل، هل ها هنا حرف استفهام يعني مثل كلمة هل، إلا أداة استثناء، انظر ألف، ألف هكذا، ألف، يجوز أن تكتب هذا السكون أو لا تكتب وأنت بالخيار، ولكن أنا إيه أريه، لو كل الحروف إلا هذه الحروف الإيه الآتية. ما الحروف التي لا تكتب تخالف القاعدة؟ فقط هذه الحروف احفظها وأرح إيه نفسك. كلمة على، انظر كلمة على يعني هي إيه تسمى ألف مقصورة، وكما قلت لكم أحيانا يضعون إيه عليها ألف على، وكلمة إلى، إلى يضع ألف هكذا. إياك أن تضع ياء ها هنا، إياك ثم إياك، يبقى أصبحت علي، إلى، إلي، دي مشكلة كبيرة جدا، إلي ده إيه ياء المتكلم أو اسمها ياء النفس. الحرف الثالث هو حتى، الحرف الرابع هو بلا، انظر هذه هي الحروف الأربعة التي ترسم فيها الألف على أنها ألف مقصورة يعني على شكل إيه ياء، ولكن ليست منقوطة، إياك أن تنقطها، هذا مهم جدا. نأتي إذن إلى الأسماء، كيف تكتب الألف اللينة؟ متى تكتب الألف اللينة في الأسماء على أنها ألف مد يعني زي كلمة قالا، ومتى تكتب باعتبارها ألفا مقصورة؟ دعونا نرى ذلك. بالنسبة للأسماء، أول حالة الأسماء الأعجمية، الأعجمية لأنها مهمة جدا ونحن نستعملها كثير. الأسماء الأعجمية يعني المترجمة، عجمي يعني إيه أو أعجم أي غير عربية. الأسماء الأعجمية كلها تكتب بالألف، الألف الممدودة، أقول بريطانيا، إنجلترا، فرنسا، بلجيكا، أي شيء مترجم يكتب مطلقا بالإيه؟ بالألف، الألف المد. أدي إنجلترا مثلا، فرنسا، إسبانيا، بريطانيا، بلجيكا كما قلنا إلى آخره، إلا أربعة أسماء، أربع أسماء بس، يعني اتفق الكتاب وعلماء الترقيم وعلماء الرسم على أن تكتب بالإيه بالألف المقصورة. ترى ما هذه الأسماء الأربعة؟ هذه الأسماء الأربعة على النحو الآتي، كلمة عيسى، كلمة موسى، كلمة كسرى، وكلمة بخارى. انظر عيسى وموسى معروفة، وكسرى يعني اسم ملك الإيه الفرس قديما، وبخارى اسم بلد، يبقى إذن تكتب هكذا، وكما قلت لكم قد تكتب عليها ألف صغيرة هكذا للتمييز. الكتب القديمة، المطابع القديمة أو المطابع الحجرية يسمونها، والتي أتى بها الفرنسيون في حملتهم سنة 1800 تقريبا أو قبلها بعام، يعني هذه المطابع القديمة كانت يعني تشكل، ترسم هكذا، ترسم الألف على هذا النحو. إذن هذه الإيه الأربعة أسماء فحسب التي تكتب بألف الإيه القصر، تسمى ألف قصر أو ألف مقصورة. أما ما سوى ذلك، إنجلترا، فرنسا، بلجيكا كذا، هذه تسمى ألف ممدودة. إذن عرفنا صورة الألف اللينة في الأسماء الإيه الأعجمية والتي تأتينا كثير ونكتب بها إيه كثيرا محاضرنا ومذكراتنا وأشياء وأحكامنا وتشريعاتنا، أشياء إيه كثيرة. بالنسبة للأسماء العادية، الأسماء العادية كما الأفعال، خذ هذه القاعدة، انظر وركز جيدا، أي فعل أو اسم مكون من ثلاثة حروف، انظر إلى عدد حروفه، ثلاث حروف، مثل مثلا إيه قضى، وكلمة دعا، وكلمة سعى، وكلمة عصى. بالنسبة للاسم والفعل دعونا يعني دعونا نبسط الأمر في هذا المستوى الإيه البسيط، فلننظر إلى تعداد الحروف فيهما. إذا كانت حروفهما ثلاثة حروف ماذا نصنع؟ دعونا نرى، يعني في الأفعال قضى، دعا، سعى، وفي الأسماء لدينا عصى، فتى، رضا، ثلاثة حروف، الأمر سهل. في الفعل هات الفعل المضارع، هات الفعل المضارع
قلب الكلمة، يعني لابد أن ترى أصل الألف هذه ماذا. كما اتفقنا ليس هناك ألف لينة أو ألف مد أو ألف مقصورة أصلية أبدا، أي ألف لابد أن يكون أصلها إما واوا أو ياء. فقضى، شوفوا الفعل الإيه المضارع منها يقضي، ظهرت الياء، يبقى إذن تكتب هكذا قضى. لماذا كتبتها هكذا ألف مقصورة؟ لأن أصل الألف هذه ياء، فتكتب من جنسها، تشاكلها في رسمها، فأقول قضى. يعني إذن لو واحد كتب قضى بالألف ألف المد هذا خطأ، ولكن تكتب بألف مقصورة على هذا الشكل، ولا توضع إيه نقطتين تحتها أبدا. كذلك كلمة دعا، كلمة دعا دعونا نأتي بالفعل المضارع منها، دعا يدعو، انظروا الواو ظهرت، هذا دليل على أن هذه الألف، الألف الممدودة أصلها ماذا؟ أصلها واو، فكتبناها هكذا بالألف. كلمة مثل كلمة سعى، سعى سعيا، يسعى سعيا، الياء ظهرت أيضا في إيه؟ في مصدرها، لم تظهر في مضارعها، نفس الأمر، سعى يسعى يبقى سعيا، فأقول سعيت ولا أقول سعوت، فإذا أصلها ياء، فإذا كتبناها هكذا ألفا مقصورة على شكل الياء. هذا بالنسبة للفعل، ببساطة ارجع إلى الفعل المضارع أو إلى المصدر، قلب الكلمة، هات إيه منها تقليباتها أو تصريفاتها، تصريفاتها سواء الفعل المضارع أو المصدر أو غير ذلك، قضى يقضي قضاء، دعا يدعو، انظر ظهرت، سعى يسعى لم تظهر، سعيا ظهرت في في المصدر، هذا بكل بساطة. وبالنسبة للأسماء على سبيل المثال، كلمة عصا وفتى ورضا، كيف نعرف أصل الألف ها هنا؟ تعرف أصل الألف، ثني هذه الكلمة أو اجمعها، ادلها المثنى أو الجمع. بالنسبة للفعل هات الفعل المضارع، هات المصدر، أما بالنسبة للاسم يعني قد لا يأتي منه فعل، إذا جاء منه فعل هذا خير وبركة، هات فعله وانظر إلى أحوال الألف في فعله، فإن لم يكن له فعل كان جامدا مثلا وليس أصله فعلا وليس مشتقا، هات هات مثناه، هات جمعه. فعصى في تثنيتها أقول عصوان، عصوان، يبقى إذن الألف أصلها واو فكتبناها بالألف، عصوات، عصوات، هذا هو جمعها، لأن أصلها واو فالألف هنا تكتب ألفا، ألف مد وليست ألفا مقصورة. وبالنسبة لفتى أيضا، فتى فتيان، أصلها ياء، انظروا فكتبناها ألفا مقصورة، هذه ألف ممدودة عصا، هذه ألف مقصورة. وفي كلمة رضا مثلا أصلها رضوان المصدر، نقول يعني رضوان، رضوان، ومنها كلمة رضوان مصدر من أنواع مصدرها، فألفها كتبت هكذا ألف مد، لأن أصل هذه الألف هو ماذا؟ هو واو. الأمر يحتاج إلى استبصار وإلى وعي، الأمر بسيط إن شاء الله ليس فيه شيء، يعني هذا هو في المرحلة الأولى. فإن كان الاسم أكثر من ثلاثة حروف، بأن كان أربعة أو خمسة، الاسم بقى ليس ثلاثيا، أو الفعل أربعة أو خمسة أو ستة، هذا بالنسبة للفعل، وبالنسبة للاسم قد يأتي سبعيا، هنا تضطرد القاعدة، فها هنا تكتب الألف باعتبارها ألفا مقصورة، فأقول مثلا سلوى، مصطفى، مستشفى، مستبقى، مسترضى، مستهدى، كلها تكتب باعتبارها ألفا مقصورة. لماذا؟ لأنها زادت على كم؟ على ثلاثة حروف. القاعدة بسيطة والأمر سهل، هذا في المستوى الأول. هل هناك يعني تفاصيل يا دكتور؟ نعم، هناك مستوى أعلى نتركه للمرة القادمة، ولكن هذا هو الأهم وهو المهم الآن. يعني هناك كلمة يحيى، يعني انظروا الفعل يحيى، الاسم يحيى، هكذا. لماذا كتبتها هكذا وهكذا؟ حتى يفرق بين الفعل والاسم، وهناك أيضا المعربنات أو المعربات وبعض الأحوال الشاذة لا داعي للتعمق فيها الآن. تفضلوا بقبول فائق تحياتي ومحباتي، محبكم دكتور محمد الحسيني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.